فخلوني اتكلم مع حضراتكم على خبر مهم تاني، ويمكن كابتن مدحت يعرفه وغير كابتن مدحت. الاهلي فين؟ يعني ايه الاهلي فين؟ الاهلي بيعمل ايه في سمعه كره القدم المصريه على المستوى الافريقي والعالمي؟ الاهلي اللي بنتكلم عنه في تطوير الرياضه في مصر، هو اكتر نادي تتويجا بالبطولات في العالم. الاهلي هو صاحب الارقام القياسيه، هو سبب تواجد الرياضه المصريه على منصات التتويج سواء افريقيا او عالميا على المستوى الكروي في الفتره الاخيره. الاهلي زي النهارده تحديدا، زي النهارده حقق البرونزيه في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد اللي شارك في مونديال الانديه، هو النادي الافريقي صاحب الانجازات في مونديال الانديه. النادي الاهلي حقق البرونزيه 4 مرات. النادي الاهلي بيحتل المركز الثالث في قائمه اكثر الانديه وقوفا على منصات التتويج في بطوله كاس العالم للانديه من بين 42 نادي. فحاجات كتيره جدا جدا تخلينا واحنا بنتكلم نبقى واخدين بالنا. واحنا بنتكلم ما احبش انا حد يجامل حد على حساب حد. اللي عايز يقول حاجه يقولها، واللي عايز ينتقد من الناحيه الفنيه ينتقد. بالمناسبه انا ساعات كتيره جدا بسمع لبعض المحللين او الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي او ما لا تنتمي للنادي الاهلي، وبسمع لهم لان هم بيتكلموا بعقلانيه، فبشوفهم بينتقدوا اداء النادي الاهلي ازاي علشان نحاول نطور من الاداء، يعني النادي الاهلي يحاول يطور من ادائه. وبقوله بالمناسبه لانه قد يكون صحيح، فليه لا اما نسمع بعض ونتكلم مع بعض باحترام؟ ليه بندخل دي في دي وده في ده ليه؟ ايه المواضيع دي كلها وليه بيحصل كده؟ تخلوا المواضيع ماشيه واحده واحده، وخلي الامور ماشيه واحده واحده علشان اهلي وزمالك يفضلوا اهلي وزمالك طول عمرهم، وهيفضلوا اهلي وزمالك طول عمرهم. مهما تتكلم لن تجد زي جمهور النادي الاهلي في مصر. مباريات الاهلي والزمالك هتفضل ديربي مصري كبير جدا جدا في العالم كله، ومن الدربيات المصنفه. كذلك النصر والهلال من الدربيات المصنفه الكبيره في اسيا. فعشان كده خلي بالك من الكلام. طب هو النادي الاهلي خد البرونزيه كم مره؟ طيب نطلع نشوف هذا التقرير عن برونزية الأهلي الثالثة في مونديال الأندية ونفكر حضراتكم بهذه البرونزية.